وانا اللي وجسد الريحة عذرا عذرا لا تلبين عذرا عذرا لا تلبين جينا جينا احنا اساتذه لسنا قاصرين. اولا كاينين هناك تهديدات من طرف المديريات كيتصلوا بالناس بالخصوص كاين تضييق على بنمسيك على البرنوصي وعلى مديريات الطات. حنا لسنا قاصرين اننا نبداو يتصلوا بالاباء ديال الاستاذات وبالخصوص الاستاذات وكنركز على هذه النقطه يتصلوا بهم ويحاولوا اللي عنده المعرفه كيجروا واللي عنده شي وسيله اخرى كيجروا واللي ضعيف ما عندوش يعني كيخاف كي لا اجتني شنو هو هذا العقد اللي فيه المصلحه ليا اللي غادي انت تبدا تنسني عليه انا بالتهديد وبالتخويف ومني ما رضختش التهديد والتخويف يا اما تسني يا اما نقطع لك الاجره. ومني جينا بطنا الشارع وطالبنا بالاجره ولات مطاردات بوليسيه هوليوديه والعصا والاعتقالات وبالخصوص في درعا. واش كاين شي بلاصه كطالب بحقك يعني فقط باجره ديالك؟ خدمت شهر عطيني الاجره ديالي دخلني الحبس؟ ما يمكنش. هذا هي دوله الحق والقانون. وبالخصوص كياكدوا على فوج 2016 باش يهرسوا التلاحم والتكاتف وباش يهرسوا فوج 2016 ومن خلالنا حنا شرعنا التعاقد وشرعنا شي حاجه اللي اصلا غير قانونيه. ذاك العقد اصلا غير قانوني، ما يمكنش نسني على شي حاجه ما عندهاش اساس من القانون. هذا شكل من الاشكال الاحتجاجيه التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. ياتي هذا المعتصم هذا من اجل تنزيل البرنامج الوطني النضالي ديال التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. من أجل ماذا؟ من أجل الدفاع على المدرسة العمومية والدفاع على حق أبناء الشعب المغربي في تعليم مجاني. هذه الأشكال هذه اللي جات في جميع الجهات ديال الوطن هي جات ردا على سياسة الآذان الصماء ديال الوزارة الوصية وأيضا ردا على إيقاف أجور أساتذة ديال فوج 2016. لماذا تم توقيف الأجور؟ تم توقيفها على أساس أن الأساتذة رفضوا النظام الأساسي الموظف للأكاديميات ورفضوا الإمضاء على واحد الملحق ديال العقد اللي كيفوت الأساتذة أن هذا النظام الأساسي اللي كيرفضوه الأساتذة جملة وتفصيلة. والأساتذة من قلب المعاناة كما كتشوفوا ها هما كيجسدوا الأشكال النضالية ديالهم رغم القمع رغم التطويقات القمعية رغم المضايقات رغم الاعتقالات في مجموعة من الجهات. لكن حنا صامدين حتى نحققوا المطالب العادلة والمشروعة ديالنا. وكنحييو بالمناسبة جهة ديال درعا تافيلات الصامدة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.